وللحديث عن الصراع السياسي في العراق وتداعيات استقالة نواب الكتلة الصدرية عن العملية أو على العملية السياسية بالعراق، معنا من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي السيد مظفر الخميسي. مرحبا بك معنا. مساء الخير، مرحبتين عليكم وعلى جمهوركم الكريم. حياك الله. هل يمكن سيد مظفر الحديث بالفعل عن توجيه الصدر ضربة للعملية السياسية وإيران عبر هذه الاستقالات التي قدمتها كتلته، أم أن ما يجري لا يتعدى كونه مناورة سياسية؟ أنا باعتقادي أنها مناورة سياسية وأصبحت قديمة، أصبحت ملعوبة. من ظهور التيار الصدري وتيار مقتدى الصدر للعملية السياسية منذ بدايته، أي تحرك يقوم به الصدر يكون في صالح إيران وعملية إيران السياسية اللي تدار بالعراق. انسحاب الصدر اليوم يشبه انسحابه قبل الانتخابات بأسبوعين، وبعدين رجوعه قبل 24 ساعة من الانتخابات. كل يدور يعني في مصلحة إيران وحلفاء إيران بالمنطقة، وهو جزء من هذه اللعبة السياسية اللي تقوم بها إيران بالعراق. نعم. ماذا عن حلفاء الكتلة الصدرية؟ إلى أي مدى أربكتهم تلك الاستقالة ووضعتهم في موقف لا يحسدون عليه؟ أنا قد أختلف مع حضرتك، يعني أنهم وضعوا في موقف لا يحسدون عليه. هم يعني هؤلاء لا خوف عليهم، جمعتهم مع الصدر مصالح، يعني مصالح ومكاسب ونوايا الاقتسام الغنيمة. هم سيذهبون مع أي واحد يقدم لهم نفس المكاسب اللي راح يحصلون عليها مع الصدر. يعني مثلا المكون الكردي هم ساستهم اعلنوا اكثر من مره انهم سيذهبون مع الشيطان، يتحالفون مع الشيطان من اجل تحقيق مصالحهم. وبالنسبه للساسه السنه، المكون السني، هؤلاء يعني يبحثون عن مناصب وغنائم لا اكثر، اي واحد يمضيهم يروحون معاه يعني. نعم. البعض يتساءل عن قانونية هذه الخطوة، وهل بالإمكان التراجع عنها بمعنى أو بآخر؟ هم يتحدثون عن قانونية هذه الخطوة، وأنه ما دام لم يبت به الأمر بإمكان الصدر الرجوع هو والنواب مالته، بس من سيفكر بهذه الخطوة يعني بأي حال؟ هم يدوسون هذا القانون اللي يتكلمون به الآن، يدوسونه بأقدامهم منذ 2003، منذ اليوم الأول. وهنالك دائما يعني فاق زيدان ومدحت محمود وأنواع الفاسدين اللي يمررون ويطوعون القانون مثل ما يريد ولي الأمر أو مثل ما تريد إيران بالنهاية. نعم. طيب، هل باعتقادك أن هذه الاستقالة تسير بالعملية السياسية نحو الانفراج أم التعقيد كما يشير شركاء العملية السياسية؟ يعني احنا قد نراها معقده ومتشابكه، لكن هي بالحقيقه متناغمه مع المطلب الايراني، وتتناغم اكثر مع مفاوضات ايران على الطاوله النوويه. كلما زاد الضغط بفيينا على الطاوله النوويه يكون العراق احد اوراق الضغط الايرانيه امام الاداره الامريكيه وامام الملف النووي اللي موجود بفيينا. هل القوى العالمية معنية بالعراق أساسا حتى يكون على طاولة المفاوضات بينها وبين إيران؟ لا، هم ما معنيين، لكن إيران تنتهز فرصة الفوضى اللي أحدثتها حرب روسيا مع أوكرانيا. موجود فوضى بالمنطقة وبالعالم، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأوروبيين ما يريدون يوجعون رأسهم بمشاكل ثانية. يكفيهم المشاكل اللي حثت عندهم بلدانهم من اقتصادات تعبانه والضربات والاسعار اللي زادت على الناس والغليان الداخلي اللي موجود، لذلك ما يريدون يتعبون نفسهم بهذا الشيء، وايران تستغل هذا الملف لهذه النقطه. نعم. ماذا عن ميليشيا الحشد سيد مظفر؟ لماذا يصر زعماء الحشد على ضروره تحييده عن المزايدات السياسيه؟ لانه زعماء الحشد هم كلما طالت المده تظهر فضائح، يظهر فساد، ويظهر اشياء كلها ما ترضى عليها الناس وما يرضى عليها الشعب. لذلك هم يعني يريدون يحيدون نفسهم عن هذه العمليه، حتى يكون بمنع عن المساءله القانونيه والمساءله اللي راح في يوم من الايام راح تتم. وعلى اي حال هو مساءلتهم قانونيا ما متاح بهذه الفتره، نظرا لتواطؤ القانونيين معهم، نظرا لتواطؤ العداله معهم،
العداله المضروبه بالعراق، لكن هم يريدون يكون على صفحه، يعني يكون على جانب حتى يكونوا بمنأى عن المساءله ويعني يشتغلون بكيفهم. نعم. هل تتوقع ان تلجأ الميليشيات للاحتكام للسلاح في ظل انسداد الافق السياسي وزياده وتيره الاغتيالات بين زعماء وعناصر الميليشيات؟ بصراحة أعتقد أني أنهم سلاحهم موجه للشعب، على الشعب بالدرجة الأولى، موجه للثائرين ومن لا يرضى على عمليتهم السياسية، هم يعني سلاحهم لإسكات أي صوت وطني ضدهم. أما عن اغتيالات فردية هنا أو هناك لا تتعدى عن كون صراع بينهم، صراع على 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 على, على المغانم، وصراع على الأراضي والأموال والملاهي وغيرها، والسيطرة على الأموال القادمة. هذه الصراعات يكون بيناتها اغتيالات متبادلة، لكن هم بالنهاية اثنيناتهم متفقين انه سلاحهم موجه ضد الشعب، ضد الناس. نعم. ماذا عن خيار الذهاب لانتخابات جديدة بعد فشل العملية السياسية والأحزاب في تشكيل حكومة، وبالتالي الحديث عن إمكانية الذهاب لانتخابات جديدة، هل تتوقع ذلك؟ والله سيدي يا سيدي، هو السؤال الأهم، وماذا بعد حتى ان قاموا بانتخابات جديدة؟ يعني نفرض انهم قاموا بانتخابات جديدة، راح يصرفون مئات الملايين من الدولارات، نفس المسرحية تعاد، وبعدين راح تصعد نفس الوجوه اللي قاطعها الشعب ورفضها بالانتخابات الماضية والانتخابات اللي قبلها. وبالنهاية هم لا يملكون برنامج واضح، يعني هم راح يدورون بنفس الدوامة، انه هذا التيار ضد هذا التيار، وهذه القوة ضد هذه القوة، وراح تبقى المسألة نفسها، لان هم بالاصل ما عندهم طريقة عمل للانتخابات أو طريقة حكم، هم يحكمون العراق بالقدرة. نعم. أشكرك جزيلا الصحفي والإعلامي العراقي السيد مظفر الخميسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أمستردام.